قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية فجراً لمقر أكاديمية الشرطة. رافقه خلالها السيد محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قادة وزارة الداخلية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس حرص على متابعة برامج تدريب طلبت وطالبات كلية الشرطة مهارياً وبدنياً، مشاركاً الطلبة في الأنشطة الصباحية. وضع استعداد لتدريبات القوة البدنية السلام عليكم. كل عام وانتم طيبين. ابدا كلامي بان انا اهني الدفعه اللي موجوده، وان انا افتكر النهارده هيكون اخر يوم ليها في التدريب المركز بتاعها، واتمنى لهم كل التوفيق. وطبعا امر عظيم قوي ان في خلال 3 شهور يحصل تغيير كبير قوي في حياه يعني الطلبه الجدد، وده امر متهيألي احنا محتاجين ان احنا نبص عليه كويس. شوفوا قد ايه بالتركيز وبالانضباط وبالالتزام نقدر نحقق تقدم في مدة زمنية مش كبيرة. 3 شهور مش كتير قوي على التغيير الكبير اللي بيتم في حياة الطلبة والطالبات اللي بيتقدموا للكلية وبيبقوا موجودين معانا. انا بهنيهم وبشكرهم وبشكركم انتم كمان اللي هم الطلبة الأقدم على الجهد اللي انتم عملتوه معاهم خلال الفترة دي، وعلى الجهد اللي انتم بتعملوه أثناء وجودكم في الكلية وبعد كده. واحنا دايما لما بنيجي نتكلم في المناسبات اللي زي كده بنأكد على معاني كبيرة قوي قوي، معاني التضحية ومعاني الالتزام ومعاني الواجب، الواجب الكبير قوي تجاه بلدنا وشعبنا وحماية أمنها القومي وسلامتها، سلامة الدولة من كل شر أو كل مكر بيحاط بها. يعني بنقدم تضحيات ما فيش كلام، لأن ما فيش أبدا مهمة إلا ما تبقى المهمة دي محاطة بالمخاطر، لكن الوطن يستحق منا كل ده. وبالمناسبة ما هو ده الكلام اللي احنا دايما بنكرره وبنقوله، بنقول ان هو اللي بيقوم بالدور ده مين؟ ما هي أسر مصرية بتقدم أبنائها وبناتها، وهي عارفة كويس ان التقديم ده قد يترتب عنه تضحية كبيرة قوي، لكن من أجل الوطن ومن أجل الدولة ومن أجل الاستقرار الناس بتقدم ده. كل المصريين، أنا بتكلم مش بتكلم على حد بعينه، كل الأبناء اللي موجودين هنا، الطلبة اللي موجودين هنا، الطالبات اللي موجودين هنا هم عبارة عن أبناء أسر مصرية عادية خالص. ونستمر في تدريبنا وفي تعلمنا أثناء وجودنا هنا، ودي الفترة اللي احنا بنجهز فيها نفسنا عشان بعد كده لما نخرج للحياة العامة في التعامل مع المواطنين ومع تحديات الأمن نتعامل معها بكفاءة بالمتطلبات اللازمة لها. مش هوصيكم أبدا على أن أنتم دايما تبقوا في أعلى درجات الكفاءة وأعلى درجات الجدية وأعلى درجات الفهم وأعلى درجات التعلم والتعليم. مفيش حاجة أبدا بتتحقق إلا بأن احنا نبقى نأخذ بنصيحة التعليم والتدريب ونستمر على ذلك، بمعنى ان مش معقول ابدا ان احنا نبقى حالتنا وكفاءتنا جوه الكلية كويسة قوي، الا كمان مهم قوي ان احنا نستمر على ده ان شاء الله بعد التخرج. مش عايز اكرر الكلام اللي انا قلته امبارح واطمن الناس على من خلالكم يعني على ان احنا ما عندناش ان شاء الله اي مشكلة في حاجة. طبعا في ازمة كبيرة زي ما قلت وكلنا عارفين وشايفين بتمر بالعالم كله ولها تأثيرات كبيرة جدا علينا كلنا، مش على مصر بس، على العالم كله، في
في حاجات كتير قوي، في الطاقة، في سلاسل الإمداد، في يعني حالة استقرار للأسواق، الأسعار، كل ده ليه تأثيرات كبيرة. لكن إحنا الحمد لله رب العالمين، يعني عايز أقول بنحاول أن يكون تأثيراتها في الحد الأدنى ما أمكن، ونتمنى أن الأزمة دي تنتهي بسرعة، عشان حتى يعني إحنا خرجنا من أزمة كورونا ودخلنا في الأزمة دي، وده أكتر من سنتين وشوية، يعني إحنا دخلنا السنة الثالثة، وده عبء كبير جدا جدا على أي اقتصاد في العالم، مش على الاقتصادات الناشئة بس. فلكن الرسالة المهمة في الموضوع أن الأمور الحمد لله رب العالمين ما عندناش أي مشكلة، يعني فيما يخص السلع الأساسية وحاجات الناس بشكل مستقر وآمن لشهور طويلة قادمة إن شاء الله، وإن شاء الله تكون الأزمة دي انتهت وما تطولش أكتر من كده. ودايما أقول لينا في المناسبات اللي زي كده، أرجو إن إحنا تعاملنا مع بعضنا البعض يتسم بالجدية والاحترام المتبادل والالتزام. واسمحوا لي أقول لكم إن عمر ما كان الانضباط أبدا هو شكل من أشكال القهر، لا، هو شكل من أشكال الاحترام والقناعة بأهمية الالتزام والانضباط لتحقيق المهام والأهداف اللي هي اللي إحنا بنبقى بنعمل من أجلها. مش عايز أطيل عليكم عشان عارف إن في يوم طويل النهاردة وفي أنشطة كتير هتتعمل، لكن خلوني إن أنا أقول لكم مرة تانية بمناسبة شهر رمضان، ليكم ولكل المصريين كل عام وأنتم طيبين، ورمضان كريم علينا جميعا، كل سنة وأنتم طيبين. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. حيث تابع السيد الرئيس تدريبات الطلبة والطالبات ومراحل الإعداد البدني. تقول لي حاجه؟ هيكون حاجه خاصه بالمنصوره يا فندم بلدي. المنصوره يا فندم فيها كثافه سكانيه عاليه والاحجام المروريه زايده جدا يا فندم، وقت خروج الموظفين بتكون الوضع لا يطاق في المنصوره، مفيش اي يا فندم يعني شوارع جانبيه او اي تحويلات مروريه يا فندم، فالوضع بيكون مزدحم جدا. طب انا هقول لك على حاجه، وكلامي مش تبرير، كلامي ايه؟ مش تبرير. احنا عملنا افتكر طريق المنصوره الجديد، عمل الضفه الشرقيه اللي على الترع هناك، اللي هو من المنصوره لغايه ال 50 كيلو الاولانيين دول، صح كده؟ وشغالين في ال 50 كيلو التانيين، صح كده؟ كويس. احنا عاملين حسابنا ان احنا مع مبادره الحياه كريمه ندخل على جوه المحافظات وجوه القرى وجوه المراكز، واحنا بنرفع الكفاءه، بنعمل تبطين الترعة وبعدين نحط الصرف الصحي وبعدين نشوف الكهرباء والغاز وبعدين ايه نعمل سفلتة للطرق الداخلية. ولكن عايز اقول لك ايه، وده مش مبرر، يعني ان حجم النمو اللي حصل لإسراء خلال الخمسين سنة اللي فاتوا اكبر من طاقة وكتلة مساحة الارض المتاحة. احنا المصريين عايشين على مساحة أرض ضئيلة جدا بالنسبة لعدد سكاننا. أنت بتتكلمي من أسوان لإسكندرية، عبارة عن كتلة عرضها ما يزيدش عن 10-15 كيلو بطول الألف كيلو، ما يزيدش عن كده. وبالتالي أنتم حاسين إن الأرض مش سايعاكم. الأرض مش سايعاكم لأن إحنا كنا المفروض يعني نتمدد وننمو ونعيش على كامل الإيه؟ المليون كيلو.
اللي احنا فيه اللي ايه؟ احنا مش عايشين على مليون كيلو، احنا يمكن عايشين على 65,000 كيلومتر مربع بس. فانت بتشوفي الحكايه ازاي؟ بتشوفيها ان انت مش عارفه تعيشي، مش عارفه تمشي. لكن انت مش عارفه تمشي عشان هنا مش بدافع عن الدوله ولا حاجه، انا بدافع عن الحاله، عن الفهم، عن ايه؟ الفهم اللي هو احنا محتاجين. طب اجي اقول لك انت لي جت على اسراء، انا عايز اقعد مع اهلي، اكلم حد تاني يقول لي لا احنا عايزين كلنا نبقى موجودين. ما ده اللي احنا بنتكلم فيه يا جماعه، انتوا قاعدين على الاراضي الزراعيه تبنوا عليها لدرجه ان ما بقاش في مكان للزراعه بالطريقه ديت. طب وبعدين انتوا لازم نخرج بره في المدن الجديده اللي احنا بنعملها، بنعملها عشان ايه؟ عشان نخرج كتله سكانيه كبيره من المكان اللي موجود فيه في المنصوره والشرقيه. ما انت هتجري في الفيوم في المنوفيه على سبيل المثال، الارض غاليه جدا والمساكن غاليه جدا. ليه؟ لان حجم الطلب اكبر من المعروض، لان مفيش ارض، مفيش ايه، ونضطر ان احنا نعمل على الاراضي الزراعيه. ليه؟ لان انا عايز الناس تعرف. لما سالت السؤال ده، الكلام ده بينطبقش بس على المنصوره بالمناسبه يا اسراء، الكلام ده ينطبق على محافظات كتير. طب ما القاهره هنا، القاهره كانت مصممه على انها تشيل 4 مليون. كام؟ 4 مليون، واللي عايش عليها كام؟ ملايين من الناس. القضيه اللي موجوده عندنا اللي ان احنا لازم نفهمها كلنا، ان احنا لازم نتغير. لكن لو احنا كلنا مصممين ان احنا نعيش في المنصوره او في المنوفيه او في الشرقيه مع اهالينا، طب ما هتبقى الدنيا كده. بتشتكي من الباع لايه؟ طيب انا هسالك سؤال، وبالمناسبه انا مش مع ان يبقى في باع عجالين في الشارع كده، لا لا مش مع ده. لكن هسالك سؤال، تفتكر كم عدد الباع الجائلين الموجودين في مصر؟ مليون يا فندم؟ أكتر. دول عبارة عن إيه؟ بطالة. برافو عليك. مفيش فقر، أنا يعني موافق. فرص عمل مش متاحة، فالناس يعني بيجيب عربية يقف فيها يعمل له 70 80 جنيه كل يوم وخلاص. طب ما هيعمل إيه؟ ما هو إيه؟ هيعمل إيه الإنسان ده؟ ده مش بس في المنصورة، في كل حته في مصر، واكتر من مليون، ممكن يبقوا 2 مليون كمان. ال 2 مليون دول المفروض كان ليهم اشغال ويشتغلوا. طب ما يشتغلوش ليه يا اسراء؟ مفيش فرص عمل. طب ليه ما عندهمش فرص عمل يا اسراء؟ عشان الكثافه السكانيه عاليه. عشان عدد السكان ده كتير. عدد ايه؟ السكان كتير. وعشان كده دايما هنا بنقول ان احنا فرصتنا في المنشات التعليميه اللي هي الداخليه دي فرصه ان انتم تتعلموا كويس قوي وتعيد صياغه افكاركم عشان الكلام ده ينتشر بينكم اولا، ثم بعد كده لما تخرجوا مع اسركم والمحيطين بيكم يتاثروا بيكم، يلاقوا فيه نموذج مختلف. مختلف مش الاختلاف عشان نبقى مختلفين، مختلف جيد، مختلف منظم، مختلف مترتب، مختلف منضبط، مختلف بيفكر واعي. انا عشان احل مساله في الباقة الجائلين في القاهرة هنا، عايز أعمل محلات كتير 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 وبأسعار معقولة عشان الناس دي تقف فيها. ما عندي خيار من اتنين، يا تاخديهم وتمشيهم بعيد، الناس دي تاكل ازاي؟ تاكل ازاي؟ بس أنا عايز أقولك أنا كمان في النهاية، لو أنت النهاردة قلت إن 2 مليون دول مالهمش مكان ويلا امشي من هنا، وبعدين محدش يعمل كده، محدش يحل المسألة بان هو ايه يقول لك الامن يتصرف. احنا نتصرف. انا كمحافظه اتصرف، اشوف اماكن فاضيه جوه المحافظه واجهزها محلات بسعر مناسب. بسعر ايه؟ مناسب. واجيب الناس دي تقف فيها وارقيها واطورها. دول اهلنا. دول ايه؟ هديك مثال، وانا وزير للدفاع كنا بنطور طريق مصر اسكندريه الصحراوي، كان ايه؟ بنطوره. فجم المسؤولين عن الطريق بياخدوا مني تصديق ان هم يخلوا الباعة الجائلين، اعمل لي محلات. قلت له ايوه اعمل محلات، وخد الناس الباعة الجائلين دول حطهم في المحلات. مش كده اللي حصل؟ لو انت رحت على الباعة الجائلين دلوقتي اللي على طريق مصر اسكندريه الصحراوي ده اللي على اليمين والشمال دول، هتلاقيهم ان هم كانوا موجودين في الاول واقفين اي حاجه كده يعني. لازم نرقي نفسنا ونغير حياة الناس بفكر. لكن الأول ما نجيش نقول إيه؟ طب أوديهم فين؟
طب الناس دي تروح بيتها ازاي يا بنتي؟ الناس دي تروح بيتها ازاي؟ احنا عايزين نحل المساله كده، نغسل ايدينا بسرعه. لا لا لا، انتوا لازم تبذلوا جهد وتشقوا، مش حضرتك. احنا كمحافظ، احنا كمحليات، احنا كمسؤولين موجودين جوه المحافظه ندور على اماكن نحط. انا حطيت عملت تحت الكباري محلات، ليه؟ بزود حجم المعروض، بزود ايه؟ حجم المعروض، وبدل ما الكوبري يبقى شكله من تحت منه مش لطيف، بقى في تحتيه محل لطيف، والناس قاعد حد فيه يبيع ويشتري ياكل عيش ويبقى المنظر مختلف، مش فكره. لكن احنا النهارده انا بتكلم بس على حته الطرق، وبنتكلم على حته الباعة الجايلين، وبنتكلم على الزحمه اللي حضرتك بتتكلمي عليها. ما تبصوش للموضوع اللي انتوا شايفينه ده على ان ده قصور من الدوله، لا لا، دي حاله مصريه، دي حاله بلدنا. ازاي نحلها؟ مش انا لوحدي ولا الداخليه لوحدها ولا المحافظ لوحده، كلنا قلبنا على قلب بعض. الغلبان ده في رقبتي ورقبتك يا اسراء، الغلبان اللي بنتكلم عليه ده ايه؟ امال ايه؟ ولو احنا ما كناش كده احنا ربنا حاسبنا يا بنتي. ربنا ايه؟ امال ايه؟ ازاي النهارده اقول عندي 2 مليون بائع جايل؟ يعني 2 مليون اسره يا بنتي. طب حد مش موافقني من الشابات اللي موجوده؟ اتفضلي. حضرتك بتعامل الانسان كبني ادم، عشان كده الناس كلها بتحب حضرتك. يعني حضرتك دلوقتي ما اتعاملتش بالقوه ان انا هشيل الناس دي مش من هنا، لا، حضرتك فكرت فيه الاول كبني ادم قبل ما نفكر في الحل، وده بحد ذاته حاجه يعني تدل ان احنا تحت قياده عظيمه بجد. احنا مع بعض يا فندم هنقدر نتطور من الموضوع، وان احنا نقدر مع بعض كشباب وكاسر وككل ان احنا نحسن من صوره البلد، وفي الوقت نفسه نحافظ على البني ادم اللي موجود ده يا فندم. البني ادم ده مش لوحده اللي احنا بنتكلم عليه ده، وبالمناسبه في ناس كتير قوي. الامور دي كلها محتاجه مننا كلنا وعي ورفق، وايه؟ رفق بالناس. وده اللي شغال عليه كليه الشرطه هنا يا فندم، هي شغاله علينا كفكر الاول وبالتالي كبدنيا، بحيث ان احنا نطلع. هي بتخرج اجيال تعرف تتعامل مع الوضع ده ازاي، وتعرف ان هي تفكر بفكر حديث، بفكر سيادتك ده يا فندم. بفكرنا كلنا. ايه تاني؟ طالبة الضابطة أميرة السيد يا فندم، بكالوريوس علاج طبيعي امتياز مع مرتبة الشرف يا فندم. ما شاء الله. أنا حابة أشكر حضرتك على تشريفك لنا يا فندم في كلية الشرطة. ثانيا يا فندم، أنا حابة أشكر انضمامنا لكلية الشرطة يا فندم من خلال الوزارة، إن هي اختارت أفضل العناصر النسائية. ثانيا يا فندم، حابة أشكر كلية الشرطة على الانضباط اللي هي وصلتنا فيه في اليوم 87 يا فندم. وصلتنا لحالة انضباطية يا فندم، لما نخرج لأهلنا هنتشرف بيها يا فندم. وصلتنا لحالة علمية، خدنا قانون يا فندم. احنا كنا ناخد مواد علمية، خدنا مواد قانونية. شكرين. اتفضلي. طالبة الضابطة ندى أحمد محمد أبو المجد، كلية التربية الرياضية جامعة العريش. بشكر حضرتك يا فندم على التنمية في سينا والقضاء على الإرهاب في العريش. طب الامور اتحسنت كتير؟ فندم من 2018 بعد العمليه الشامله، وفي تغيرات وتحسنات وبقينا في امان الحمد لله. ان شاء الله تتحسن اكتر من كده. حاجه تاني؟ شكرين. Thank you.
السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين والحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا بيكم، واسمحوا لي أرحب بيكم جميعا. أظن شايفين كل زيارة تشوفوا التغيير اللي بيحصل لأولادكم وبناتكم. يعني أنتوا متوقعين إنهم ينزلوا أجازة إمتى؟ كمان شهر ولا شهرين؟ كمان شهر؟ النهاردة؟ فإن شاء الله تاخدوهم أجازة سعيدة ويقضوا معاكم. خليني بقى يعني أبدأ كلامي إن أنا أوجه لكم الشكر. بشكركم جميعا والله، كل الأسر، إن أنتم يعني تفضلتم علينا وإن أنتم قدمتم لأولادكم وبناتكم إن يبقوا موجودين معانا هنا في صرح عظيم جدا من صروح الحماية لبلدنا. صرح عظيم هنا أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية بتقوم بدور كبير قوي، وانتوا عارفين ده كويس، ويمكن ده بان قوي خلال الكام سنة اللي فاتوا، وشفنا قد ايه احنا محتاجين ان احنا ولاد مصر وبنات مصر يبقوا موجودين يساهموا في حماية مصر من اي شر يعني. فانا بشكركم جميعا يعني، ومش هنسى ابدا في المناسبة ديت ان انا اوجه تحية وتقدير واحترام واعزاز لكل اسرة شهيد او مصاب من اسر مصر. مش هننسى ابدا يعني، وانا بقولكوا كده عشان احنا كلنا المفروض ما ننساش. انا والله مش هنسى، وما افتكرش ان في حد ممكن ينسى العطاء الكبير قوي اللي قدمته الاسر ديت لبلدنا مصر. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين، واهلا وسهلا بيكم، ورمضان كريم، والف مبروك لاولادكم وبناتكم ان هم انجزوا الفترة اللي هي الاولية ديت، ودايما دايما بخير وسلام. فمتشكر جدا جدا، واجازة سعيدة عليهم. للطلبة والمرشحين، خلي بالكم منهم ان شاء الله برضو، وانتوا في الاجازة الولاد او الشباب والشابات الطلبة، خلي بالكم من نفسكم ان شاء الله ترجعوا بسلام لكل. وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا طيبين جميعا، كل سنة وانتوا طيبين جميعا. شكرين شكرين، شكرا جزيلا، شكرا. حضرتك ربنا يخليك لمصر ويخلي جيش مصر وشرطة مصر. واحنا بنحبك يا ريس، بنحبك واحنا في ظهرك، ومصر هتفضل دايما بدعاء ربنا فوق الكل. وربنا يعينك، ربنا يعينك، ربنا يعينك يا حبيبي. انا بحبك وبحب بلدي، عشان كده خليت ولادي كلهم شرطة وجيش. انا سعيدة بحضرتك انك رئيسي، مش بس كده، سعيده بحضرتك انك رئيسي قدام العالم كله. ربنا يجبر خاطرك. لا لا، انا مهما اتكلم مش هاوفي ولا اقدر اقول حبي ليك ايه. لان انا بحب مصر وبتراب مصر، وعارفه ان حضرتك بتحبها، يعني الشاغل اساسي عند حضرتك. فربنا يعينك علينا، واحنا في ظهر حضرتك. وانا النهارده عيد بالنسبه لي، انا عيد بالنسبه لي، شفت حضرتك وولادك اسود، ربنا يخليهم لك. طالب ماجد، طالب ماجد سعد محمد الزهر. ازيك يا ماجد؟ الحمد لله يا فندم. مبسوط جدا يا فندم. هتقعدوا شويه بقى ولا ايه؟ انت عمرك تقعد يا فندم. اجازه سعيده النهارده، احسن يوم لينا يا رب، ربنا يخليك. السلام عليكم. مش جمايل، مش جمايل، مفيش جمايل، محدش بيميل على شوف التاريخ يذكر. لا لا، مفيش حد بيميل على مصر، محدش بيميل على مصر. ربنا يبارك فيك. اللي ليه جميل على مصر ربنا، لكن احنا ما عندناش حاجه. احنا متوقع ان يجي هنا، انما بقدره ربنا هو اللي جاب. ما شاء الله. بالعكس، عرفت ان في عدل لسه. الحمد لله. ولا اعرف فلان ولا اعرف عز الدين.
هي حاجة هو راجل. الحمد لله. لا وضع وربنا. طبعا ربنا فوق من الكل. ربنا يخليك. شكرا. أنا مصر بلدي بفتخر بترابها أرضي، وإن كان ما بيني وبينها نار هدوس وعدي، وهيجي اليوم وهتعرفوا قيمة البلد دي، بتحدى بيها الدنيا وأنا قد التحدي. أنا مصر بلدي ومش بقارن حبي ليها بحب حد، عنها كتبت في حبها وكل كلمة أنا قلتها من قلبي ليها كانت بجد. أرضي وبلدي من ده اللي عايش على أرضها وشاف دفاها وشعبها ومحبهاش، ما كفهاش كل الكلام تعظيم سلام لولادها وجنودها اللي حامين شعبها، تعظيم سلام يملى الوجود لولادها في الجيش على الحدود حامينها واحنا في حضنها، تعظيم سلام لكل جند على الميدان كتب التاريخ قصة كفاحه، في البرد متدفى في حيطانه وهو متدفى في سلاحه، وتحية للشهداء اللي راحوا ذكراهم ذكرى ما تتنسيش، ضحوا بحياتهم عشان كل البلد تعرف تعيش، وتحية يملاها الشرف لكل أبطال شعبها وجيشها العظيم، بصوتي وبصوت البلد دي بنقول لكم كل عام وانتم جميعا طيبين، عمر الكلام ما يوفي أبدا حقهم، واقفين عصب ظهر وسند يحفظكم اللي زرع في قلوبكم دايما حبها، متطمنين عشان انتم دايما موجودين، يحفظكم خير الحافظين، ما يغيبش ولا صوت منكم، ما يموتش جذع فرع مال ولا يوم يهز الريح جبال، شفتوا المحال فعلا رجال دايما يا ابطال قدها، بيكم بتباها البلد بيكم بتباها البلد فعلا ولد، ياللي انت رافع اسمها ياللي انت ماسك بالعلم كتب القلم، كل التحية والاحترام تعظيم سلام للي اسهر لقال ان الامم تحيا برجالها وشعبها، تعظيم سلام لابن الوطن.